حبيباتي احبائي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطاجين ديال السفرجل المعسل مع الزبيب. كذلك لهاد الوصفه غادي نحتاجو كما كتشوفوا هنايا، انا عندي خديت 3 ديال السفرجلات كبار، نقيتهم يعني غير قطعتهم وهكا فلحتهم بالموس باش نعطيهم شكل، وسلقتهم بالملح والحامض، ها هما موجودين هنا. عندي تقريبا 500 غرام ديال اللحم مع جوج ديال البصلات قطعتهم هكا مشنفين كما كتشوفوا. غادي نحتاج الثوم، القزبر والمعدنوس، غنحتاج واحد الكميه 60 غرام تقريبا ديال الزبيب اللي غسلتها ورقتها في الماء. غادي نحتاج زيت المائده، غنحتاج الملح، غادي نحتاج القرفه بودر، وهنا عندي جوج كميات تاع السكر، كميه باش نعسل بها السفرجل وكميه باش نعسل بها الزبيب. انا هنا ما غاديش نقيدكم نقول لكم 50 غرام ولا 60 غرام، هذاك الشيء كيبقى على حسب الذوق، وانما انا درت 3 مغرفات كبار، 3 3. بالنسبه للتوابل فعندي زوج عويدات ديال القرفه كبار اللي غسلتهم، عندي الضامه ديال الزعفران، عندي الزعفران البلدي مطحون، عندي البزار، عندي التوابل تاع اللحم وسكينجبير. غادي نبتديو على بركه الله. هنا غادي ناخذ الزيت، غنديرو تقريبا واحد 4 المغارف كبار هكاك، صافي. انا غنكتفي بهذا القدر هذا، وغادي نجيب القرفه ديالي عواد، غادي ننزلها هكا في الجوانب مباشره. هاد الضامه ديال الزعفران غنديرها الوسط، والتوابل كامله غادي نكبها فوق اللحم بهذه الطريقه. هاد الطواجين كيجي زوين ولذيذ. كذلك غادي ننزل الثوم والقزبر والمعدنوس كما كتشوفوا، والملح باش ما ننساش الملح، الملح حسب الذوق. فوالا كما كتشوفوا، صافي. انا غنكتفي بهذا القدر هذا، غادي نديرو يتقلى ونرجع معكم باذن الله. وهنا كما كتشوفوا حبيباتي احبائي، ها هو اللحم ديالنا تقلى ليا مزيان مع البصله كما كتشوفوا، حتى نزلات، بقيت كنقلب فيه يعني حتى دابت ليا البصله. فانا غادي نجيب الماء، غادي نروي، غندير غير القياس باش يطيب ليا اللحم كما كتشوفوا، صافي. انا غنكتفي بهذا القدر وغادي نخليه حتى يطيب، وغنرجع معكم الطريقه ديال التعسال ديال السفرج ان شاء الله والزبيب. وهنايا صافي الطاجين ديالي طاف، غادي نجيب الماء باش نبدا نعسل. كما كتشوفوا درت المقله ديالي تسخن، الماء يعني واحد ربع كاس هكاك تقريبا. غادي نرمي عليه هادو 3 د الكويغ ديال السكر سنيده، عفوا، وغادي ندير القرفه، غادي ندير زوج مغارف هكا صغار كما كتشوفوا، صافي. وكنخلط هذا الخليط هذا مزيان، كنخليه حتى كيتعسل، حتى كيولي ليا تقريبا ماشي كراميليزي بزاف، مي شويه يعني يعقد ليا شويه، وكنحط فيه السفرجل ديالي. المهم انا غنخليه يتعسل شويه ونرجع معكم. وهنا كما كتشوفوا صافي، ها هو بدا كيتعسل ليا يعني قبل ما يولي كراميل كيتلصق. غادي نجيب الطروفه ديالي ديال السفرجل وكنحطوهم وكنقلبوهم، كيتعسلنا على الجهه نقلبوهم على الجهه الاخرى باش ما نطولش عليكم في الفيديو. المهم انا وريتكم غير الطريقه، ونفس الطريقه غادي نديرها للزبيب، غير هي ما غاديش نكثر ليه الماء، وغندير فيه شويه ديال الماء زهر الزبيب باش يعطيني ديك النكهه الزوينه. صافي انا غادي نخليهم تنعسلهم مزيان، نقلبهم ونعسل الزبيب كما قلت لكم، ونرجع معكم الطبق النهائي ان شاء الله. حبيباتي احبائي، هذا هو الطبق النهائي ديالنا ديال الطواجين ديال السفرجل بالزبيب معسل. كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، المريقه كتجي خاطره، كيجي واحد الطاجين، واحد الطاجين من ألد ما يكون، ان شاء الله تجربوه. كان هذا الفيديو ديال اليوم، الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من الدعم، لي لايك، الاشتراك في القناه ديالي، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. واللي مازال ما نظمش الوصفات نونو يضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو، وغادي نضرب لكم موعد فيديو قادم باذن الله. دمتم في رعايه الله، وشكرا على المشاهده.